اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه النهارده كان خبر في جريده اليوم السابع الحقيقه اتكلم عن تشكيل لجنه الحكام. تشكيل لجنه الحكام طبعا الكابتن عصام عبد الفتاح كان رئيس او اصبح رئيسا للجنه الحكام خلال الموسم القادم، وهو الحقيقه واحد من الحكام اللي ليهم مصداقيه كبيره جدا ومنتهى النزاهه ومنتهى الكفاءه. ولكن الحقيقه هل تشكيل اللجنة هيضم وجوه جديدة؟ هل هنشوف اختلاف في مستوى التحكيم؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه، هو ده دايما اللي احنا بنتكلم عنه. كابتن عصام محدش بيشكك في أي كفاءة ولا في أي نزاهة ولا كل هذه، ولا حد بيشكك في حد، ولكن احنا النادي الأهلي عانى بشكل كبير جدا جدا خلال الموسم اللي فات تحديدا من التحكيم ومن الفار، وبالتالي يجب أن يكون هناك، يعني الواحد لما قرأ الأسماء أعضاء اللجنة الرئيسية ده على حسب طبعا اليوم السابع، كابتن تامر دوري عضو لجنه حكام رئيسيه ومشرف على اداره الفار، كابتن احمد ابو العيل عضو لجنه حكام رئيسيه ومشرف على اللجنه الفنيه، كابتن محمد فاروق عضو لجنه حكام رئيسيه ومشرف على قطاع الصعيد، كابتن توفيق السيد مدير اداره التحكيم بدلا من كابتن عزب حجاج اللي تولى منصب نائب المدير التنفيذي للاتحاد واصبح المنصب شاغر منذ عام، و حتى كابتن وجيه احمد، كابتن عصام عبد الفتاح بيدرس موقفه من خلال وجوده والابقاء عليه مع كابتن فهيم عمر وكابتن ايمن دجيش داخل اللجنه الفنيه. يعني تقريبا بنتكلم في نفس الاسماء اللي كانت موجوده الموسم السابق. يعني احنا غيرنا كابتن عصام عبد الفتاح، كلهم الحقيقه ناس محترمه وكلهم افاضل وكل حاجه، انا ما بتكلمش عليهم كشخصيات، ولكن انا بنتقد اداء اللجنه في بعض المباريات الموسم اللي فات او في معظم المباريات الموسم اللي فات. وخلينا اتكلم عن النادي الاهلي، لو اتكلمت عن النادي الاهلي واللي حصل في النادي الاهلي خلال الفتره السابقه حاجات كتيره جدا جدا، او خلال الموسم الماضي تحديدا اخطاء كثيره جدا من الحكام سواء في تطبيق تقنيه الفار او حتى على الملعب، وبالتالي يجب أن يكون هناك تحسين في المستوى، تطوير في الأداء، هو ده اللي احنا عايزينه. هل الكابتن عصام لوحده هيقدر يعمل كده؟ معرفش. كابتن عصام مشهود له بالكفاءة والنزاهة زيه زي بقية الناس اللي موجودة، ولكن في نفس الوقت هل الكابتن عصام هيقدر يعمل لوحده كل اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ هل سيستطيع أن يغير من شكل منظومة التحكيم خلال اللي احنا شفناه السنة اللي فاتت؟ يا جماعة مش عايزين نشوفه السنة الجاية، مش عايزين نشوفه السنة الجاية مع النادي الأهلي ومع بقية الأندية. عايزين عدالة تحكيمية، وده اللي دائما ما بننادي بيه من خلال البيت الكبير، عدالة لكل الأندية في مصر مش الأهلي بس. الأهلي عليه ضرب الجزاء، احسب لو هي واضحة والحكم شايفها ضرب الجزاء احسبها ضرب الجزاء، ولكن لو عليا من فضل حضرتك لو ليا اديني ركلة الجزاء. الكرة دخلت جون، الكرة دخلت جون احسبها ليا جون، ما تقولش ان هي مش جون. كل اللي احنا عايزينه العداله في الموسم القادم هو من بدايته. المفترض ان السوبر المحلي ده بدايه موسم، وبالتالي احنا النهارده بنقول هذا الكلام، النهارده 20/9/2021 بنقول هذا الكلام. من فضل حضراتكم كل ما نريده خلال الفتره القادمه هي العداله التحكيميه، والكابتن عصام عبد الفتاح وكان قبله الكابتن وجيه احمد كلهم ناس على دماغنا من فوق، ما عندناش اي مشكله مع حد، ولكن انا مشكلتي الوحيده ان انا بخسر دوري بسبب اخطاء تحكيميه وبسبب امور اخرى. فالاخطاء التحكيميه هي اللي خسرتني الدوري، مع بعض الاخطاء طبعا من عندي كلاعبين ومن عندي كمدير فني ومن عندي ككذا، كل ده اتكلمنا فيه خلال الفتره اللي فاتت. فيعني لما قريت الخبر ده على اليوم السابع، واليوم السابع لها مصداقيه كبيره في هذا الامر، فلما تقرا خبر زي ده على اليوم السابع نفس الاسماء ونفس كل حاجه، وبالتالي حتى كابتن وجيه مع احترامنا ليه طبعا، كابتن وجيه شخصيه محترمه جدا وكل حاجه، ولكن لما بنيجي نتكلم بنتكلم على الاداء التحكيمي. فحتى كابتن وجيه كابتن عصام بيدرس ان هو يكون متواجد خلال الفتره اللي جايه. فمعرفش مين اللي هيطور بقى اداء الحكام. ما عنديش خلاف مع اي حد من اللي والله ما عندي خلاف مع اي حد، ولكن انا بتكلم من سيستطيع ان يطور التحكيم خلال الفتره القادمه. هل حضرتك هتكمل الفار ولا مش هتكمله زي ما اتكلمنا في نهايه الموسم السابق؟ الفار تنقصه بعض الادوات، بعض الاوبشنز الزياده، زي خاصيه خط المرمى، تقنيه خط المرمى، هل هتجيبها ولا مش هتجيبها، ولا هنفضل زي ما احنا والكره تخش جون وما تتحسبش او ما تخشش جون؟ فهو ده اللي احنا عايزين نعرفه. هل سيتم
عمل دورات تدريبية كان بيتقال إن كان بيتعمل الفترة اللي فاتت، هل سيتم عمل دورات تدريبية للحكام الفار؟ هنشوف كام رخصة موجودة للحكام السنة اللي جاية اللي هي المفروض هتبدأ بكرة، مش كمان شو، لا ده بكرة. وبالتالي أمور كثيرة جدا قد تحدث خلال الفترة اللي جاية، علشان بس محدش، أنا بنبه من دلوقتي، أنا بنبه الكل، كابتن عصام وكل أعضاء اللجنة، وبنبه اتحاد كرة القدم، وبنبه لو الاتحاد ده مشي وجيب اتحاد تاني هنتكلم في نفس الأمر. ففي النهاية كل ما نريده هو العدالة التحكيمية لكل الفرق، لل 18 فريق، وبقوا نادي بقى رابطة الأندية. رابطة الأندية يجب أن يكون لها دور. هل لجنة الحكام هتبقى محترفة وهتبقى تابعة للرابطة ولا هتبقى تابعة للاتحاد الكورة؟ محدش عارف لسه، هناك بعض الأمور اللي يجب أن تظهر للجميع خلال الأيام القادمة، نتمنى يا رب. لكن إحنا النهاردة أهو بنقول هذا الكلام قبل بداية موسم جديد، قبل بداية موسم جديد نريد العدالة التحكيمية سواء جوه الملعب أو حتى في تقنية أو في تطبيق تقنية الفار. ما يجيش إن أنا لازم أروح على كرة يا إما ركلة جزاء أو هدف أو كذا أو كذا، في ثلاث أربع حالات كلنا عارفينهم في تقنية الفار، وتبقى كرة داخلة جون وحضرتك مش عايز ترجع للفار، وضد الأهلي ممكن تقعد ربع ساعة تشوف الفار. هو ده اللي احنا عايزينه، بس العدالة التحكيمية لكل الفرق الرياضية.